السلام عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس بخير. غادي ندير معكم هذا الصباح المخ اللي درناه هنا، يعني درناه في هذه الكاسرونه وتنزيدوا له شويه ديال الحامض وتنضيفوا له شويه ديال الملحه وتنخليوه حتى تيطيب شويه وعاد نديرو في الطاجين ديالنا. هنا غادي نضيفوا الزيت، ضفنا زيت الزيتون وغادي نضيفوا الزيت الرومية ولا كولزا اللي كان هنا. عندنا مطيشة حكوكة، عندنا جوج فصوص ديال التومة، غنديرو الهريسة كل واحد يدير القياس ديالو. غادي نضيفو واحد القياس ديال الفلفل الأحمر ولا بابريكا، تقريبا معلقة تكون معمرة مزيان، راس معلقة ديال الخرقوم ولا كولوغاسيون أليمونتير، شوية ديال السكنجبير، شوية ديال الكمون. تنحركو هاد الخليط مزيان، سمحوا لي ما ضفتش الإبزار، يعني غنديرو شوية، يعني تنخليو هاد المطيشة ديالنا والتومة والعطريه حتى تتجي، يعني حتى تتشحرنا مزيان، ونضيفو شويه ديال الماء، ماشي بزاف، كاين اللي ما تضيفش كاع الماء، لكن انا تنضيف غير شويه. غادي نضيفو واحد شويه ديال الماء غير في الجناب ديال الطاجين بحال هكا، يعني باش تيتشحرنا داك المخ مع البيض، يعني من بعد ما تشحطنا لاصوص ديالنا تنبقاو نحطوا المخ غير بشويه. انا درت المخ يعني صغير ديال الحولي، انا قطعته صغيور، تنضيف عليه البيض، تنجي تنضيف عليه القزبر والمعدنوس، يعني هاد الطريقه رائعه جا جربتوها. ومن بعد يعني ما تشحرنا المخ، دابا غادي نضيفو البيض، تنجسو البيض ديالنا تنضيفوهم، بسم الله. البيض كل واحد يضيف القياس، يعني بغيتو ديرو جوج. انا هاد المخ على سلف الذكر غادي ناكلو بوحدي، لان ما عنديش في الدار اللي تياكل المخ، يعني وتيجيو بهذه الطريقه، يعني تنخليه واحد تيتشحر مزيان المخ ديالنا تيطلع رائع الصراحه. هذه الطريقه رائعه، وتنشدو عليه ونخليه يطيب على. ومن بعد ما طابنا المخ ديالنا كما قلنا، ويا ربي اللي عنده شي مخ الله يخليه له صحيح. المهم غادي نشوفوا النتيجه، تيجي رائع. ودرنا معاه بويضات وناكلو بالصحه والراحه، وتنتم الى درتوها الطريقه هذه بصحتكم وبراحتكم كيجي رائع، وتيجي مشحر، ونهاركم مبروك.